منذ سنتين أخي الكريم، منذ سنتين لحد هالوقت هذا سيطر النظام على أعلى التلال الموجودة حاليا هون. نحن هون بآخر مناطق المحررة، يستهدف المدنيين ويستهدف الطرقات والاستيراد، وهذا الطريق يسمى طريق الموت لأنه يستهدف المدنيين والسيارات وكل شيء يمر على هذا الطريق. نحن الآن بأقصى غرب المناطق المحررة، تقريبا نبعد عن مدينة اللاذقية حوالي 45 كيلومتر. هنا هي آخر نقطة محررة بريف اللاذقية. طبعا الاستيراد الدولي تعرض لقصف كثير من قبل قوات النظام، أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه. طبعا الاستيراد هو استيراد اللاذقية وحلب، وهو يصل بين المدينتين ويمر من داخل ريف اللاذقية المحررة وريف إدلب المحرر. طبعا قوات النظام تقوم بشكل متقطع بقصف هذه الطرق. طبعا هذا الطريق هو الطريق يسلكه المدنيين باتجاه القرى القريبة من خط النار. طبعا هذه القرى يحاول الأهالي العودة إليها بعد اتفاق سوتشي ما بين تركيا وروسيا.